احنا هنخلص المباراة، ولكن تاني مش عايزين نضيع فرص. ناميبيا امبارح جالها كورة لو كانت دخلت كان المباراة دي اتغيرت 180 درجة. ارتدت الكورة دي دخل فيها جون اول ثم جون تاني ثم جون تالت، هي كورة واحدة. انتهز اي كورة تجيلك. ناميبيا كورة بقول لحضراتكم امبارح اللي تابع الماتش امبارح هي كورة كانوا هيسجلوها، صدها الجون حارس المرمى، رجعت ارتدت دخلت عندهم جون، خلاص فتحت معاهم، خلاص انتهى الموضوع. ما انت بتسجل خلاص بتاخد الماتش، بتركب الماتش زي ما احنا بنقول في لغة الكورة، سجلت تركب الماتش، وبالتالي اللي قدامه بيبدا ايه عايزين يسجل، وبالتالي يبقى عنده دفاعات وبيفتح دفاعاته، بقى ليك انت سيطره اكتر. تخيل بقى تعمل ده في الاول وتسجل هدف وممكن تجيب التاني وممكن التالت، على فكره سهل جدا طالما انت سجلت وحفظت، ويبقى عندنا الدفاع قوي وتمركزه يبقى قوي، ولازم مع بعض كده الدفاع. الثغرات اللي حصلت انه عيب قوي، احنا في ثلاث ماتشات يدخل فينا ست اهداف في الدور الاولاني، عيب قوي كتير قوي. على فكره فيتوري قال كده امبارح لما سئل، قال اه طبعا ما ينفعش ابدا يدخل فينا ست اهداف في ثلاث ماتشات، قال كتير، يعني هذا العدد من الاهداف كتير بالنسبه على منتخب مصر. نحن عندنا حارس مرمى قوي جدا ما شاء الله الشناوي، ربنا يشفيه ويرجعه بالسلامه يا رب باذن الله تعالى، ولكن كمان ابو جبل حارس مرمى قوي جدا، وان شاء الله ابو جبل باذن الله تعالى هيأدي الاداء اللي احنا نتوقعه منه. كل المنتخب يأدوا الأداء اللي احنا متوقعينه منهم بإذن الله تعالى، ولكن تاني بقول أدوا ما عليكم، العبوا لعبكم. كلمة السر مصر، دايما بقول كلمة السر مصر، حط قدامك 106 مليون بيتابعوك، 106 مليون مصري غير الملايين اللي بيتابعوك في الدنيا كلها، غير الملايين من العالم العربي وحول الدنيا كلها اللي بيتابعوا هذه الماتشات. نتكلم يعني مئات الملايين بيتابعوا هذه الماتشات، البطولة الأمم الأفريقية من أكثر بطولات متابعة، زيها زي يمكن أوروبا أو أقل شوية، لكن لها متابعة كبيرة جدا على مستوى العالم. فلازم نبقى عاملين حسابنا على ده، وفوق كل ده عندك بلدك، بلدك كلها مستنياك النهاردة، مستنياك توصل لدور الثمانية، مستنياك تخلص النهاردة، مستنياك تلعب ماتش جامد جدا النهاردة. زي ما بقول كده مفيش هزار في مباراة النهاردة، مفيش حد النهاردة يقدر زي ما بقول كده انه نازل، لا انزل كل النجيلة، ناكل النجيلة ناكل النجيلة من اول ما تبدأ على طول، اعمل حسابك على ده، وخليكم متعاونين في كرة القدم، نتعاون ندي بعض نشوف بعض نسلم بعض. الموضوع مش مين هيسجل جول، مش مهم مين، الاهم احنا بنسجل لمصر، اي واحد فيكم يسجل مش مشكلة، احنا ما بننافسش بعض، احنا مصلحتنا ايه هي وكلنا ان احنا نفوز بغض النظر مين يسجل، تريزيجيه ولا مرموش ولا مصطفى محمد ولا حمدي فتحي ولا مين ايا كان، ولا مروان عطية ولا محمد عبد المنعم ولا حجازي، مش مهم مين ولا محمد حمدي، انا اللي يهمني احنا نفوز بغض يا ان شاء الله ابو جبل هو اللي يسجل الجون، المهم الجون مين اللي بيسجل، مصر، منتخب مصر، ده اللي احنا نعرفه. انا ما عنديش مشكله في الاسماء بالمناسبه خالص، ولا فارق معايا اسماء، انا فارق معايا كلكم حاجه واحده، كلكم احنا عايزينكم كده تبقوا داخلين مع بعض ايد واحده يا جماعه، ايد واحده عشان بلدنا، بلدنا تستحق والله تستحق، زي ما احنا فرحنا الاسبوع اللي فات ان شاء الله نفرح كمان النهارده، وانا بقول كده كمان نفرح النهارده باذن الله تعالى، كلنا نفرح وننبسط ونبدا نجهز نفسنا، ولكن خلينا نعدي مباراه النهارده ونشوف الناس رايها ايه، ونشوف الجمهور رايه ايه، ونشوف كمان لانه زي ما بقول كده هي المتابعه والمشاهده والدعم كله النهارده منتظر هذه المباراه، الناس كلها قاعده تتفرج على هذه المباراه. تاني بقول شوف كمان الجمهور، نشوف الناس كمان في جوله في مع يعني عملنا جوله كده النهارده، الزملاء عملوا جوله عشان يسالوا الناس رايهم ايه في المباراه، توقعاتهم ايه في هذه المباراه. طبعا يعني مختلف يعني الاعمار اللي بيتكلموا، كل واحد طبعا له راي، واللي بينتقد او اللي بيتكلم او اللي عنده توقعات ايه، واللي عنده اللي شايف المنتخب ممكن يؤدي اداء ازاي، يتوقع النتيجه كام، فاحنا نشوف التقرير ده ونشوف الناس كمان قالت ايه عن هذه المباراه
المهمة جدا، مصر الكونغو الديمقراطية. يا رب النصر لمصر.